السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. في ليلة الجمعة نكثر من الصلاة والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أثناء دعوته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، تضايق المشركون من هذه الدعوة وذهبوا إلى عم النبي أبي طالب يشتكون عنده على رسول الله. فجمع أبو طالب رؤوس الكفر أبو جهل وغيره مع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم في داره ليحل هذه المشكلة. فلما اجتمع الجميع عند أبي طالب تكلم المشركون وقال أبو جهل: إن ابن أخيك شتم آلهتنا وعابها وتكلم عليها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكلمهم بالعقل: كيف تعبدون أصنام لا تنطق لا تتكلم لا تسمع لا تنفع ولا تضر، كيف تعبدونها؟ فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا ابن أخي، ما تقول فيما يقوله الناس؟ تشتم آلهتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة، كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم بها الجزية. فاستغرب المشركون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة واحدة؟ فقالوا: يا محمد، كلمة واحدة؟ نعم وأبيك وعشرة لو تبي، مو فقط كلمة. فقال المشركون: وما هي هذه الكلمة؟ ثم قال أبو طالب: نعم يا ابن أخي، ما هذه الكلمة؟ شوف إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يستمع وينتظر، ما هذه الكلمة؟ كلمة واحدة سهلة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله. فقام المشركون غاضبين فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: يريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذه أعظم كلمة، إنها الفصل بين أهل الإيمان وأهل الشرك، إنها مفتاح دخول الجنة، إنها الكلمة الطيبة. فاشتد عداءهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بين الناس يمشون: اصبروا على الآلهة، اصبروا على الأصنام، هذا الرجل يريد شيئا في نفسه، ساحر كذاب. كل هذا بسبب كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فيها عزهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، فأبوا. بسبب هذه الحادثة أنزل الله أوائل سورة صاد، وذكر الله قريشا بقرون أهلكها الله، لما نزل عليها العذاب نادت لكن لا مفر ولا مناص. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب.